صباح الخير يا دكاترة، ازاي حضراتكم؟ معاكم دكتور عماد مشرقي من الاناتومي ديبارتمنت في موديول سبيشيال سانس. انا الحقيقة يشرفني ان اكون معاكم النهاردة في محاضرة بعنوان The Eye Bowl and the Extra Ocular Muscles. من العنوان احنا عندنا two aspects او two parts من الليكتشر بتاعتنا، عايزين نتكلم على الاي بول وعايزين نتكلم على الاكسترا اوكولار ماسلز. في الاي بول احنا هنتكلم على البوزيشن اوف اي بول، الكوتس اوف اي بول، كونتنتس اوف ذا اي بول، والاكسترا اوكولار ماسلز. احنا عندنا 7 اكسترا اوكولار ماسل، 4 ريكتس ماسلز، 2 اوبليك ماسلز، 1 نيمد ليفيتور بالبيبري سوبريوريس ماسل. باي ذا اند اوف ذس سيشن you must be able to recognize the normal anatomical position of the eyeball. عايزين نعرف الـ eyeball محطوطة ازاي في جسمنا. عايزين كمان to identify the structures of the eyeball, correlates between the structures and the functions of each part of the eyeball, understand the anatomy of the extraocular muscles. Lastly, you have to test yourself and simulate the different movements of the eyeball. Let us start firstly by eyeball, and we will start by eyeball position. Simply, the eyeball is a bilateral spherical organ. زي ما احنا شايفين هي زي الكورة. Inside this ball-shaped structures, there are the structures which are responsible for perception of light and vision. يبقى الايبول مصممة بحيث انها بتستقبل الضوء اللي جاي من بره وتبعت الضوء دوت الى البرين عشان تحوله الى صورة. الايبول موجودة داخل بوني كافيتي في الاور سكال in the facial skeleton. This cavity is called orbit. So this is the orbit or orbital cavity in which the eyeball is present. And we have to look here for these two fissures because we will come later to use these fissures. This is the superior orbital fissure and this is the inferior orbital fissure. Here the eyeball is present inside the orbit. زي ما احنا شايفين الـ eyeball ما هياش ملامسة أي جزء في الـ orbit، هي suspended في المكان بتاعها بالشكل ده. Suspended بإيه؟ Suspended بمجموعة من الـ muscles هي موصلة أو ماسكة الـ eyeball في مكانها داخل الـ orbital cavity. مجموعة الـ muscles دي عاملة زي cone shape بدأ كلها تقريبا من بوينت واحدة أو من منطقة واحدة في الـ posterior aspect أو الـ apex of the orbit و surrounding الـ eyeball بالشكل اللي احنا شايفينه ومثبتاه في مكان. مش الحقيقة مش بس الـ eyeball suspended or fixed in its position by the attachment of the muscles، لأ دي موجودة عندنا ligaments هنعرفها بعد شوية، suspensory ligament and check ligaments. أيضا البيري اوربيتال فات أو الفات اللي present جوه الاوربيتال كافيتي وسراوندينج الايبو والجروب بتاعة الاكسترا اوكلر ماسلز اللي حواليها، دي واحد كمان من الفاكتورز اللي مسؤولة عن الفيكسيشن اوف ذا اي بول في مكانها. أما لو جينا نتكلم على الوضع فاحنا شايفين اهوت ادي الاي بول بريزنت في الانتيرور بارت اوف ذا اوربيتال كافيتي، في وراها جزء اهوت وراها من الاوربيتال كافيتي. النقطه الثانيه اللي عايزين نشوفها في الدياجرام دوت ان لو بصينا على الاوربيتال كافيتي في الناحيتين، الناحيه ذا ليفت سايد اند رايت سايد، وي كان نوتس ان الميديال وول اوف ذا اوربيت ار بارالل فور ايتش اذرز but the lateral wall is oblique in this shape. ولو جينا خدنا point من عند ال center of أو من عند ال apex of the orbit لغاية ال center بتاع ال base of the orbit، ده بنسميه ال orbital axis. عندنا axis تاني اللي بنسميه ال eyeball axis. ال eyeball axis ده بيمتد من ال center of the cornea بيوصل لغاية
المنطقة اللي هنعرف اسمها بعد شوية اسمها ماكولا، اللي هي الموست سنسيتيف بوينت اللي موجودة في الريتنا. لو بصينا للتو اكسس، الاكس بتاع الاوربت والاكس بتاع الاي بول، فمش هنلاقيهم ان هم على نفس الخط، لا بالعكس في ما بينهم زاوية، وده بيخلي ان يحصل او بنحتاج روتيشن يحصل في الاي بول بالاكسترا اوكلر ماسلز زي ما هنشوف بعد شويه. يبقى سيمبلي الاي بول اللي هي السفيريكال ستراكشرز اللي موجود، اللي هو بيحمل جواه الاستراكشرز اللي مسؤوله عن بيرسبشن اوف لايت وتحويل اللايت امبلسز الى نيرف امبلسز توصل للبرين عشان يبقى بنقوم بالفانكشن بتاعت الفيجن. لو جينا نبص على الاي بول اتسلف، هنبص نلاقي ان احنا مش بنشوف من الاي بول ان زي بيرسون غير الجزء اللي احنا شايفينه اللي هو بياض العين، ده اسمه سكليرا. احنا شايفين الحقيقة الجزء الملون، بس في جزء ترانسبيرنت قدامه. الجزء ترانسبيرنت ده الكورنيا، والجزء الملون ده اسمه الايريس، والبلاك هول اللي موجودة في النص دي اسمها البيوبل والبيوبل. ولازم نبقى مخليين بالنا ان الابر اي ليد كفر نيرلي زي ابر 6 اوف زي كورنيا، زي ما عرفنا في محاضره الابر في محاضره الاي ليدز. اما اللور اي ليد فهو ده بيبقى يدوب تاتشينج زي انفيرور مارجن اوف ذا كورنيا زي ما احنا شايفين. يبقى كل اللي احنا شايفينه من الاي بول ما بين التو اي ليدز والفتحه اللي ما بين الاي ليدز دي اسمها البالبيبرال فيشر. كل اللي احنا شايفينه من البالبيبرال فيشر الجزء الابيض ده هو السكليرا، الجزء الشفاف الكورنيا اللي مغطي على الجزء الملون اللي هو الايريس، والسنترال هول او البلاك هول اللي موجوده دي البيوبل دي موجوده في نص الايريس بالظبط. ده دياجرام بيوريني ادي الاي براو زي ما احنا شايفين، ده الابر اي ليد والاي لاشز اللي موجوده، وده اللور اي ليد والاي لاشز اللي موجوده. الدارك هول اللي احنا شايفينه في النص هو ده البيوبل، وده في السكند لاير او الانترميديت لاير بتاعه الاي بول، ومتغطي او محاط الاول بالجزء الملون اللي هو اسمه الايريس اللي هو موجود هنا، وقدام الايريس ده موجود عندي الجزء اللي هو ترانسبيرنت اللي اسمه الكورنيا اللي هو بيبقى مغطي الكالرد بارت. وعلى الجنبين بنبقى شايفين جزء من الكوت بتاعه الهوايت كوت بتاعه الاي بول اللي هو بيبقى اسمه السكلير. يبقى كل اللي احنا بنشوفه في البالبيبرال فيشر ان احنا بنشوف الهوايت بارت اللي هو السكليرا، بنشوف الكالرد بارت اللي هو الايريس، الايريس موجود في السنتر بتاعه موجود عند البيوبل، والايريس والبيوبل قدامهم جزء ترانسبيرنت اللي هو اسمه الكورنيا. لو جينا نبص على الاي بول اتسلف هنلاقي ان الاي بول اتسلف زي ما قلنا هي امبيدد في فات بنسميه الاوربيتال فات، بس في عندنا كبسول، في عندنا فيشيال شيس. هذا الفيشيال شيس بيبقى سراوند الاي بول نوت كومبليتلي، هو بيقف عند الجنكشن اللي هنا اللي ما بين الكورنيا من قدام والسكليرا من ورا. الفيشيال شيس دوت له اسم تاني باسم عالم اسمه تينون، فممكن بنسميه تينونز كبسول. لو جينا نبص على الشيس ده هنلاقي اللي هو في الدياجرام ده الشيس لونه اخضر، فنلاقي ان الشيس ده سراوندنج الاوبتيك نيرف من ورا، سراوندنج كل الاي بول من جميع النواحي، ويمتد قدام لغاية منطقة الجنكشن بين الكورنيا اند سكليرا، والجنكشن بين الكورنيا اند سكليرا البوينت دي بنسميها الليمبس. هذا الشيس بيبقى مدي اكستنشنز حوالين الاكسترا اوكلر ماسل، الاكستنشن ده عامل زي الكم بنسميها سليف لايك اكستنشنز من الفيشيال شيس اوف ذا اي بول او التينون كبسول، او نقدر نقول ان الفيشيال شيس ده بيبقى بيرسيد في المناطق اللي بيحصل فيها انسرشن للمصل عشان تمسك في السكليرا بالشكل ده، برضو بيبقى بيرسيد هذا الممبرين
بالبرفوريتنج ستراكشر. زي ما احنا شايفين الاوبتيك نيرف ده برفوريتنج ستراكشر، فهو بيرسينج شيز في المنطقه بتاعه الاتاتشمنت اوف ذا اوبتيك نيرف، برضو بيحصل بيرسينج بالسيلياري نيرف اند فيسلز اللي هنشوفهم بعد شويه وهم رايحين يعملوا سبلاي للاي بول اتسلف. هذا التينونز كبسول او الفاشيا هو ما بيبقاش فيرملي اتاتشد للسكليرا او للفايبروس كوت بتاعه الاي بول، هو بيبقى لوزلي اتاتشد، وهذا السبيس اللي ما بين التينونز كبسول وما بين الاوتر كوت بتاعه الاي بول بيسمح بالفري روتيشن اوف ذا اي بول داخل الكبسول دي. ده بالنسبه للفيشيال كفرنج او التينونز كبسول حوالين الاي بول. لو جينا نبص على الاتاتشمنت اوف ذا فيشيال شيز تو ذا اوربت هنلاقي ان الفيشيال شيز عند اللاترال وول بيبقى فيه كوندنسيشن من الفايبرس تيشو، هذا الكوندنسيشن بنسميه لاترال تشيك ليجامنتس. ده بيربط ما بين الاي بول مسافة صغيرة بعد كورنيوسكليرال جانكشن لاترالي مع الزيجوماتيك بون. نفس الكلام بيحصل على الميديال سايد، ان بيبقى في كوندنسيشن من الفايبرس تيشو كونكتنج التينونز كبسول من ناحية الميديال مع الميديال وول اوف ذي اوربت عن طريق ليجامنت اسمه تشيك ليجامنت. في الميديال سايد للتشيك ليجامنت دوت بيبقى ماسك في البوستيرور كراست بتاعة اللاكريمال فوسة اللي بيبقى موجود فيها اللاكريمال ساك، وبالتالي انا على البوث سايدز موجود عندي تو كوندنسيشنز من الفايبرس تيشو بيربطوا ما بين التينونز كبسول او الفيشيال شيس بتاع الاي بول والميديال واللاترال وولز اوف ذي اوربت. دول بنسميهم تشيك ليجامنتس، وتسموا تشيك لان هما بيعملوا ليميتيشن للميديال واللاترال موفمنتس اوف ذي اي بول. انذر امبورتنت ليجامنت مسؤول عن جزء من السبورت اوف ذا اي بول ان اتس بليس، الليجامنت دوت اسمه سسبنسوري ليجامنت، ولو اسم تاني الاسم التاني موجود من الشبه بينه وبين المرجحة اللي بتبقى معمولة بالخيوط، ان هي بيبقى لها تو نارو اندز وفي النص بتبقى عريضة بالشكل ده، المرجحة دي اسمها هاموك. فبالتالي هذا الليجامنت بنسميه سسبنسوري ليجامنت او هاموك ليجامنت. الهاموك ليجامنت دوت هو ممتد من ناحية الميديال تشيك ليجامنت ميديالي الى اللاترال تشيك ليجامنت لاترالي، وشايل الاي بول من تحت، وفي الميدل ان ذا فلور اوف ذا اوربت بيبقى ثيكند وبيبقى سبورت او ماشي جواه الانفيرو ريكتس ماسل والانفيرو اوبليك ماسل زي ما هو شايف، زي ما هو باين في الدايجرام. يبقى احنا عندنا ثلاثه ليجامنتس مهمين اللي هو الميديال واللاترال تشيك ليجامنت والسسبنسوري ليجامنتس، ودول عباره عن كوندنسيشن من الفايبرس تيشو بيربطوا ما بين التينونز كبسول او الفيشيال شيس اوف ذا اي بول تو هيلب ان سبورت اوف ذا اي بول ان اتس نورمال بوزيشن ان ذا انتيرور بارت اوف ذا اوربيتال كافيتي. مهم قبل ما نسيب الحته دي ان احنا نعرف حاجه مهمه قوي، ان ليه طيب الاي بول ما بترجعش لورا؟ لو انا ضغطت على عينيا كده ليه ما بترجعش الاي بول لورا؟ لان عندنا فاكتورز بتساعد على تثبيتها في مكانها. احنا قلنا الاكسترا اوكولار ماسلز، احنا عندنا الفور ريكتاي بيحاولوا يشدوا الاي بول لورا، ولكن عندنا تو اوبوزنج ماسلز اللي هم السوبيرو انفيرو اوبليك ماسل، الاثنين ماسلز دول بيحاولوا يشدوا الاي بول لقدام. فاحنا عندنا ماسلز مسؤوله عن الثبات بتاع الاي بول في مكانها، من ضمنها الماسكولار فاكتورز. الحاجه الثانيه الفات اللي موجود ورا الاي بول اللي اسمه الاوربيتال فات، وجود هذا الفات ورا الاي بول ده بيمنع ان الاي بول ترجع لورا. نفس الكلام ان عندنا ليجامنتس فاكتور او الثيرد فاكتور
اللي هو الميديال واللاترال تشيك ليجامنتس اللي ماسكين الاي بول بالميديال واللاترال وولز اوف ذا اوربت. يبقى انا عندي ثلاثه مين فاكتورز بيساعدوا على ثبات الاي بول في البوزيشن بتاعها. الماسكولار فاكتور، الفورك تاي عايزين يشدوا الاي بول لورا، والتو اوبليكس عايزين يشدوها لقدام. وجود الاوربيتال فات بيهايند الاي بول بيمنع انها ترجع لورا. الميديال واللاترال تشيك ليجامنتس مثبتين الاي بول في مكانها نتيجه الاتاتشمنت بتاعه الليجامنتس دي مع البونز بتاعه الاوربت، اللاترال سايد مع الزيجوماتيك بون، والميديال سايد مع اللاكريمال بون في البوستيرور كريست اوف لاكريمال بون. كده احنا عرفنا النورمال بوزيشن، المكان اللي موجود فيه الاي بول وازاي هي ثابته في مكانها وما بتتاثرش باي بريشر ممكن يحصل عليها فروم اوتسايد. بنيجي لنقطه تانية مهمه وهي الكوتس اوف ذا اي بول، ان احنا الاي بول دي كوره، الكرة دي لها تجويف من جوه، والكرة دي زي الكرة الكفر، زي فردة الكاوتش، لها جزء من بره ولها جزء من جوه ولها تجويف من الداخل. لو جينا نبص على الاي بول فهنبص نلاقيها انها الكرة دي متحوطة بتلات اغلفة. ده يخلينا نفتكر كده اما نفتكر السنترال نيرفوس سيستم والليرز بتاعة المينينجيس، يعني حاجة نقدر نقول نشبه بالتلاتة ليرز دول. فاحنا عندنا اوتر لاير، الاوتر لاير دي مينلي فورمد باي فايبروس تيشو بنسميها الفايبروس كوت، وفي النص في عندنا لاير فيري ريتش ان بلاد فيسلز بنسميها فاسكولار كوت، والانر لاير بتبقى بيورلي سنسوري ستراكشرز اور سنسوري نيرفس بنسميها النيرفوس كوت. لو جينا للفايبروس كوت هنلاقيها بتتكون من جزئين، الجزء الاساسي او الجزء الكبير منها اللي هو السكريرا اللي هو الجزء الابيض المعتم اللي احنا بنشوفه، وده بيمثل حوالي خمس اسداس الكوره بتاعتنا. والجزء الامامي من الفايبروس كوت بيبقى ترانسبيرنت وبيمثل سدس الكوره بس، وده مسؤول عن مرور او نفاذيه الضوء او اللايت امبلسز عشان تدخل داخل الاي بول تو بي ريسيفد باي النيرفوس لايننج اللي هو الانر كوت بتاعنا. لو جينا نبص هنا هيبقى عندنا نقطه اتصال ما بين الترانسبيرنت بارت وما بين الاوبيك بارت، النقطة دي بنسميها كورنيوس كليرر جانكشن، وبتتسمى اسم تاني بنسميها الليمبس. قبل ما نسيب الجزئية دي محتاجين نعرف، طيب احنا عرفنا ان الكورنيا ترانسبيرنت لان لها جزء او لها رول او المين فانكشن بتاعها بيدخل في الراري فاكشن of the light entering الاي. امال الاوبيك بارت دوت ايه الفانكشنز بتاعه؟ اول حاجه ان هو مسؤول عن حمايه الاستراكشرز اللي جوه، وهو اللي مسؤول او بيبقى بروفايد التنسايل سترينث اوف ذا اي بول. نفس الكلام نتيجه ان هو تاف وثيك وكوندنسد باكد كولاجين فايبر، فده بيبقى مسؤول عن ثبات الانترا اوكولر بريشر. الحاجة الأخيرة زي ما احنا شايفين في الدياجرام ان هو بروفايد السيرفيس فور انسرشن اوف ذا اكسترا اوكولر ماسلز. لو جينا نبص هنا هنبص نلاقيه ان الكبسول اللي هي التينونز كبسول والفايبروس كوت هنا بيرسد باي البلاد سبلاي والنيرف سبلاي اللي محتاج يدخل جوه او يغذي الاستراكشرز اللي موجوده جوه الاي بول. طيب لو جينا نبص على السايد فيو ده الحقيقه جميل قوي، لان هو موريني الجزء اللي هو كونفكسد ترانسبيرنت بارت اللي هو الكورنيا، وفي جزء شفاف وراها اهوت هنعرفه بعد شويه اسمه انتيرور تشامبر، وده بيبقى فيه سائل مائي اكواس فلويد بنسميه الاكواس هيومر، والجزء ده بيبقى ترانسبيرنت لو
فقد الترانسبيرنسي بتاعته العتامة، نقول للعيان ده انت عندك عتامة في القرنية، ممكن نبص نلاقيها ما هياش سموث وكونفكس، ممكن نلاقيها مدببة او مخروطية الشكل، بنسميها كراتوكونس، وده بيبقى نوع من الكونجينيتال انومالي. لو جينا نبص على الميدل كوت اسمه فاسكولار كوت. ليه فاسكولار؟ من اسمه ده هيبقى فيري ريتش ان بلاد سبلاي. ده بيتكون الحقيقه من ثلاث اجزاء، فروم بوستيرور والجزء الاكبر، وبيمثل تقريبا برضو خمس اسداس الكوره، ده بنسميه الكرويد. الكرويد ده هو البوستيرور بارت من الفاسكولار كوت، وعندنا جزء هنا هوت بيبقى الحقيقة لو احنا بصين من قدام هيبقى دايرة، الدايرة دي بنسميها سيلياري بودي، وعندنا الجزء اللي هو ده اللي هو الكالرد بارت ده بنسميه الايرس. يبقى الفاسكولار كوت ده بيتكون مينلي من ثلاث اجزاء، كرويد وسيلياري بودي والايرس. الكرويد ده صحيح هو فيري ريتش ان بلاد سبلاي، بس بيبقى ديسبيرسد فيه دارك بيجمنتس، ودي بتساعد مع دارك بيجمنتس هنعرفها بعد شويه في النيرفوس كوت على ان يعملوا داركنس تو ذا انسايد اوف ذا اي. والاهميه او الوظيفه الرئيسيه لهذا الفاسكولار كوت ان هو ده السورس اوف بلاد سبلاي لكل الاي بول. اما السيلياري بودي، السيلياري بودي ده بيتكون من عده اجزاء. الجزء الاولاني بيبقى هو ما يسمى السيلياري رينج، ده رينج زي الرينج بتاعة الايرس. يعني احنا لو بصينا هنا هنلاقي الايرس ده هو تعامل زي حلقة او دايرة، بيبقى السيلياري بودي دايرة اخرى وراها شوي. هذا السيلياري بودي بيبقى موجود جواه عضلة اسمها سيلياري ماسل. الجزء الثاني من السيلياري بودي، وهي ان الانر مارجن بتاعه السيلياري بودي بتبقى بروسيس لايك ستراكشرز بنسميها سيلياري بروسيس، والسيلياري بروسيسز دي بتبروفايد سيرفيس يمسك فيه هذه الليجامنتس الرفيعه اللي بنسميها سسبنسوري ليجامنتس. هذه السسبنسوري ليجامنت ماسكه في الانر مارجن بتاعه السيلياري بروسيسز، وممتده انها تمسك في الايدجز بتاعه اللينس. خلينا نفتكرها بالكوردة تنديني بتاعه الهارت اللي ماسكه في المارجنز بتاعه الفالفز، وماسكه في الوول بتاعه الفنتريكل نفسها عشان نتيجه الكونتراكشن. هنا بيبقى عندنا السيلياري ماسل لما تعمل كونتراكشن تشد على السسبنسوري ليجامنت، فبالتالي الشد على السسبنسوري ليجامنت او ارتخاء السسبنسوري ليجامنت بيأثر على شكل اللينس اوف ذا اي، ودي الحقيقه بتبقى نقطه مهمه. ده اللي هو زي ما بقول لحضراتكم الايرس اللي هو الثيرد بارت من الفاسكولار كوت، والهول اللي موجوده في النص. ورا الايرس ده عندي دايره اخرى، الدايره الاخرى دي اسمها السيلياري بودي، والسيلياري بودي دي الانر مارجن بتاعتها بتبقى الريجولار، هي مش باينه في الصوره، وبعد كده من الفري مارجن دي بيبقى اسمها سيلياري بروسيس اللي ماسك فيها السيلياري لج. هنا الحقيقه ده دياجرام بيوريني ان لو حصل كونتراكشن في السيلياري ماسل اللي موجوده في السيلياري بودي، ايه اللي هيحصل لما يحصل كونتراكشن؟ لما يحصل كونتراكشن القطر بتاع السيلياري رينج يقل، فيحصل ريلاكسيشن في السسبنسوري ليجامنت، فبالتالي يزيد سمك اللينس. تمام؟ ده لو حصل ريلاكسيشن في السيلياري ماسل. طب لو حصل كونتراكشن في السيلياري ماسل، امال لو حصل ريلاكسيشن في السيلياري ماسل، لما بيحصل ريلاكسيشن بتشد على السسبنسوري ليجامنت فيحصل بولينج. يبقى عايزين تاني نرجع نقول هي الحكاية دي مهمة ولا مش مهمة؟ الحقيقة انها مهمة فيما يسمى accommodation او adaptation للنير فيجن. يعني احنا بنبص
قدامنا في الأفق، فجأة ببقى عايز أبص على ورقة، أبص في الساعة، أبص في الموبايل. فالنقلة دي أنا بحسش بيها الحقيقة، ولكن النقلة دي بيبقى في دور كبير جدا للسيلياري بودي والسيلياري ماسل هنا، بحيث إن في اللحظة دي أنا بيحصل عندي كونتراكشن في السيلياري رينج اللي موجود فيه، او بيحصل كونتراكشن في السيلياري ماسل، فده بيؤدي الى ان قطر السيلياري رينج يقل زي فكرة البيوبل بالظبط. وبالتالي لما بيحصل ان القطر بيقل فبيحصل ريلاكسيشن في السسبنسوري ليجامنت، فده بيزود الكونفكستي والسيكنس بتاع اللينس، فده بيزود الريفراكتوري باور بتاعة اللينس. كل ده بيبقى under parasympathetic supply، ونتيجة هذا الباراسيمباثيتك سبلاي بيبقى عندنا other components في هذا الاكوموديشن ريفلكس، ان بيحصل معاه في نفس اللحظة constriction في البيوبل، يعني زي ما ضيق الديامتر بتاع السيلياري رينج بيقل الديامتر بتاع البيوبل، وبيحصل converging يعني medial deviation لتو eyeballs. يبقى احنا فهمنا كده دور السيلياري مصل اللي موجودة في السيلياري بودي، وانها جزء من الاكوموديشن ريفلكس. اما الاكوموديشن ريفلكس نفسه فهو بيبقى نتيجة زيادة في السيكنس بتاع اللينس، كونستريكشن في البيوبل، وكونفيرشن اوف ذا اي بولز، وكل ده اندر باراسيمباثيتك سبلاي. لو جينا للنيرفوس كوت، هو ده الانر لايننج، وهذا الانر لايننج بتاع الاي بول ما هواش مغطي كل الاي بول، الجزء الامامي منه اللي هو بيبقى ناحية السيلياري بودي والباك اوف ذا ايرس بيبقى ده مفهوش نيرف سيلز، اما كل النيرف سيلز بتبقى موجودة في البوستيرور بارت. مهم جدا ان احنا نعرف ان النيرفوس كوت دوت بيبقى موجود فيه outer pigmented layer زي البيجمنتس اللي كانت موجودة في الفاسكولار كوت، عشان يخلي الباك اوف ذا اي او الانتيرور اوف ذا اي بول very dark، وان النيرف سيلز اللي هنا are photo sensitive cells وبيبقى اسمهم رودز اند كونز. الكونز دول بيبقوا 4.5 مليون، الرودز بيبقوا 92 مليون عددهم اكتر. الكونز بيبقوا مور كوندنسد في البوستيرور بارت، وسبيشيالي في حتة هنا بنسميها الماكولا، والماكولا دي هي الموست سنسيتيف بارت اوف ذا ريتينا، يعني هي دي اللي مسؤوله عن الفيجوال اكويتي، ومش بس الفيجوال اكويتي، دي مسؤوله عن الكالر فيجن كمان. اما الرودز فهي موجوده في البريفرال بارت من الريتينا، ودي مسؤوله عن الفيجن ان دام لايت، يعني لما بتخف الاضاءه بيحصل دايلاتيشن هنا في البيوبل، فبيبدا اللايت تو بي ريسيفد في منطقه الانتيرور بارت اوف ذا ريتينا، فعشان كده بيبقى هنا الشارب فيجن مسؤول عنه الماكولا. والحقيقة الماكولا بيبقى فيها ديبريسد اريا في الحتة دي، الديبريشن ده بنسميه الفوفيا اوف ذا ماكولا، وده بيبقى الموست سنسيتيف بوينت. ومهم قوي ان نبقى عارفين ان الماكولا دي افاسكولار ستراكشر، وعرفنا من شوية ان الكورنيا avascular structure، وهنعرف بعد شوية another or third avascular structure اللي هو اللينس اللي موجودة عندنا. الجزء الأخير اللي عايزين نعرفه ايه اللي موجود داخل الاي بول. الحقيقة وجود اللينس بالسسبنسوري ليجامنت اللي attached للسيلياري بودي والسيلياري بروسيس قسم داخل الاي بول الى جزئين. الجزء الخلفي الكبير ده هوت بنسميه البوستيرور تشامبر، وهذه البوستيرور تشامبر بتبقى مليانة بترانسبيرنت جيل لايك ستراكشر، وده مهم قوي الجيل ده، لان هو اللي بيلزق او هو اللي بيسند الريتينا
في مكانها، فمسؤول عن جزء كبير من الفيكسيشن اوف ذا ريتنا امبوزيشن، وفي نفس الوقت مسؤول عنها انه عامل سبورت للبوستيرور اسبيكت اوف ذا لينس. يبقى جوه الاي مقسوم باللينس والسيلياري رينج الى لارج بوستيرور تشامبر مليان بجيلي لايك ماتيريال بنسميه فيتراس تشامبر او البوستيرور تشامبر. اما قدام اللينس لغايه الكورنيا كل ده بنسميه انتيرور تشامبر، ولكن وجود الايريس قسم الانتيرور تشامبر دوت الى جزئين، الى جزء قدام الايريس بنسميه انتيرور تشامبر، وجزء ورا الايريس بنسميه بوستيرور تشامبر. يبقى وجود اللينس مع السيلياري بودي مع السسبنسوري ليجامنت قسم الانتيرور اوف ذا اي بول الى عفوا بوستيرور سيجمنت اللي هو الفيترس وانتيرور سيجمنت، والانتيرور سيجمنت اتقسمت بوجود الايريس الى جزء بين الايريس بوستيرورلي والكورنيا انتيرورلي بنسميه انتيرور تشامبر، وجزء بين الايريس وبين اللينس ده بنسميه بوستيرور تشامبر. الانتيرور تشامبر وبوستيرور تشامبر يعني الانتيرور سيجمنت دي بتبقى مليانه بكلير ووتري فلويد. الووتري فلويد ده بنسميه الايكواس هيومر، والحقيقه ده جزء من الراريفاكشن اريا بتاعه. يبقى الترانسبيرنسي بتاع الكورنيا والترانسبيرنسي بتاع الفلويد اللي هو الايكواس هيومر والترانسبيرنسي بتاعه اللينس دول مسؤولين على الاكويتي او على الريفراكشن اوف لايت اند الاكويتي اوف الفيجن. الايكواس هيومر ده بيبقى سيكريتد من السيلياري بروسيسز وبيبقى دريند هنا في الكورنيو ايريدال جانكشن. انا عندي كانال هنا اسمها كانال اوف شلام بتعمل درينج على الفاسكولار كود. لو اتسدت الكانال اوف شلم دي وانا عمال يتكون عند الايكواس هيومر بيزيد الضغط جوه الانتيرور تشامبر، وده المرض اللي بنسميه الميه الزرقاء او الجلوكوما. يبقى احنا عرفنا ان الاي بول 3 كوتس، فايبرس كوت من بره، فاسكولار كوت في الميدل، ونيرفس كوت في الموست انر. هذا النيرفس كوت بتتجمع الاكسونز بتاعه النيرف سيلز وتسيب الاي بول في ما يسمى الاوبتيك نيرف. هنا قصاد الاكزيت اوف ذا اوبتيك فايبرز هنا بيبقى المنطقه دي بنسميها الاوبتيك ديسك، وفي السنتر بتاعها في ديبريشن بنسميه الاوبتيك كاب، وده مكان الانتري بتاع الاوفثالميك السنترال ريتينال فيسلز اللي مسؤولة عن البلاد سبلاي اوف ذا ريتنا. So simply we have three coats surrounding the eyeball. The outer one which is called the fibrous coat, and the middle one which is called the vascular coat, and the inner one which is called nervous coat. And the interior of the eyeball is divided by the presence of the lens and the ciliary ring and suspensory ligament الى posterior segment اللي هو في gel-like material اللي هو vitreous chamber and anterior segment اللي مقسوم بوجود الايريس الى anterior chamber ما بين الكورنيا والايريس وposterior chamber ما بين الايريس واللنس. ده كان الجزء الاول. الجزء الثاني اخف شويه اللي هو الاكسترا اوكولار ماسل. احنا عرفنا الاي بول عندنا شايفين في الدياجرام ده او في الموديل ده موجود عندنا 6 اوكولار اكسترا اوكولار ماسل سراوندنج ات. الحقيقه هم مش 6 ولكن هي نمره 7 ما بتمسكش في الاي بول. وبالتالي احنا الاي بول في عندنا انترنسك ماسل جواها اللي هو السفينكتر بيوبيلي والدايليتر بيوبيلي، دول اللي موجودين في الايريس. السفينكتر بيوبيلي دي اللي هي السيركل اللي سراوند البيوبيل اللي هي الدارك هول اللي شفناها ان ذا سنتر اوف ذا ايريس، والدايليتر بيوبيلي دي رادييتنج في البريفري اوف ذا ايريس. السفينكتر بيوبيلي دي بتبقى
سبلايد باي الباراسمباثيتك وجبنا سيرتها واحنا بنتكلم على الاكوموديشن ريفلكس، والدايليتور بيوبيلي دي سبلايد باي سمباثيتك، وعرفنا السيلياري ماسل اللي موجوده في الفاسكولار كوت في الجزء اللي اسمه سيلياري بودي. البوينت بتاعتنا دلوقتي هي الاكسترنسك ماسل. احنا عندنا 4 ريكتس ماسل، عندنا 2 اوبليك ماسل، وعندنا ماسل وحيده اسمها الليفيتور بالبيبري سوبريوريس من اسمها، هي مسؤوله عن الاليفيشن اوف ذا ابر اي ليد وانها مش ماسكه في الاي بول. عشان نتكلم على الماسلز دي، اي ماسل احنا محتاجين نعرف الاورجن والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن، فاحنا هنمر على النقاط دي از ريجارد كل الماسلز. لو جينا نبص هنا ده كرونال سيكشن في الرايت اوربت، موريني في السنتر موجود عندنا الاي بول. الاي بول سراوندد باربع مصل، اللي فوق دي احنا شايفينها هي السوبيرور ريكتس، عفوا كلمه اي بول هنا دي مش في مكانها صحيح، المفروض تبقى موجوده هنا، دي ده الاي بول، دي مكان السوبيرور ريكتس ماسل. عندي عضله ثانيه هنا اسمها انفيرور ريكتس، دي اسمها ميديال ريكتس، دي لاترال ريكتس. فوق السوبيرور ريكتس العضله اللي هنا دي اللي بالخطا مكتوب عليها اي بول اللي هي الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس، عندنا عضلتين ثانيين، دي هي السوبيرو اوبليك، وزي ما احنا شايفين هي موجوده عند الجنكشن ما بين الروف اوف ذا اوربت والميديال وول of the orbit، هي موجودة في الزاوية دي. والعضلة الأخيرة orbital floor of the orbit اللي هي الـ inferior oblique. لو رجعنا لورا شوية هنبص نلاقي الـ eye ball ما عادتش باينة، فبنبص نلاقي ان الاربعة ريكتاي مصل ماسكين في دايرة واحدة. الدايرة دي بنسميها tendinous ring او common tendinous ring. لو بصينا على البون هنا، ادي مكان الاوبتيك كانال وادي السوبيرو اوربيتال فيشر، الازرق ده هو common tendinous ring. لو بصينا كده هنلاقي common tendinous ring دي محوطة الاوبتيك كانال ومحوطة الميدل بارت اوف ذا سوبيرور اوربيتال فيشر. من حواف common tendinous ring دي طالع الريكتاي مصل الاربعة، ولكن بره الكومن تندينيوس رينج احنا عندنا الليفيتور بالبيبري سوبريوريس والسوبيرور اوبليك مصل، الاثنين واخدين اوريجين من الروف اوتسايد ذا كومن تندينيوس رينج. وبالتالي لما بنيجي نشوف الدياجرام ده، ده السوبيرو اوربيتال فيشر كله الجزء الميدل بتاعته محاط مع الاوبتيك كانال بالكومن تندينيوس رينج، وعندنا الاربعه مصل السوبيرو ريكتس والانفيرو ريكتس اللاترال ريكتس والميديال ريكتس ماسكين في الرينج، وفوق السوبيرو ريكتس موجود عندنا الاتاتشمنت بتاعه الليفيتور بالبيبري سوبريوريس ولكنه من الروف اوف ذا اوربت انتيرو تول ذا اوبتيك كانال، ما هواش من كومن تندينيوس رينج، وهنا السوبيرو اوبليك نفس الكلام ما هياش ماسكه من كومن تندينيوس رينج، ده عند الجنكشن بين الروف اند ميديال وول. داخل الكومن تندينيوس رينج وداخل الاوبتيك كانال شايفين الاوبتيك نيرف والاوفسالميك ارتري، وفي الميدل بارت من السوبيرو اوربيتال فيشر جوه رينج التو بارتس بتوع الاوكليو موتور نيرف، موجود عندنا النيزوسيلري وموجود عندنا الابديوسنت نيرف، ولكن في اللاترال بارت موجود عندنا باقي البرانشز بتاعه الاوفثالميك ومعاهم ومعاهم التروكليير نيرف. يبقى التروكليير نيرف واللاكريمال برانش اوف اوفثالميك والفرونتال برانش اوف اوفثالميك دول موجودين، وموجود معاهم السوبيرو اوفثالميك فين، ده في اللاترال بارت اوف سوبيرو اوربيتال فيشر. لو جينا نبص هنا ادي شايفين السوبيرور ريكتس وشايفين الانفيرور ريكتس طالعين من الكومن تندينيوس رينج محوطين الاوبتيك نيرف، بيعملوا انسرشن في السكليرا، والحقيقه الانسرشن بتاع الريكتاي في مكان ثابت يبعد حوالي 6 مللي behind the limbus او the corneo-scalar junction. الدياجرام ده بيوريني هنا ناحيه اللاترال سايد موجود اللاترال ريكتس، ومن ناحيه الميديال سايد موجود الميديال ريكتس، والانسرشن برضو في السكليرا حوالي 6 مللي behind the corneo-scalar junction او الريكتس. هنا شايفين بقى السوبيرو اوبليك ماسل اللي هي اللي في العمق،
والسوبر اوبليك ماسل بتمشي لغايه ما توصل للابر ميديال انجل، بيبقى عندي فايبرس رينج هنا اسمها تروكليا، تدخل جوه التروكليا وتغير اتجاهها وترجع باكورد داون وورد وتبقى انسرتد تحت السوبيرور ريكتس في المنطقه في السكليرا. لو جيت بصيت هنا قرب الفلور جاي من الميديال سايد وشبه السسبنسوري ليجامنت لافف حوالين اللور هاف اوف ذا اي بول، ده الانفيرو اوبليك ماسل ماسكه في الميديال وول اوف ذا اوربت تحت اللاكريما الفوسا وكيرفد اراوند الاي بول من الميديال لللاترال وانسرتد في السكليرا ديب تو ذا لاترال ريكتس ماسل. ده الحقيقه الاوريجن والانسرشن بتاع الفور ريكتاي. لو كده قطعنا اللاترال ريكتس في الحتة دي، فشايفين ادي الانسرشن اوف سوبيرو اوبليك وادي الانسرشن اوف ذا انفيرور اوبليك، وشايفين السوبيرو اوبليك والتندوم بتاعها ازاي داخل جوه التروكليا اللي موجوده في السوبيرو ميديال انجل اوف ذا اورب. ادي السوبيرو اوبليك موجوده في الزاويه بين الروف والميديال وول اوف ذا اوربت ماشيه فورورد دايركتلي، دخلت جوه التروكليا غيرت اتجاهها ورجعت تاني باكورد اند لاترالي وانسرتد في السكليرا ديب تو ذا سوبيرور ريكتس مصل بالشكل ده. وهنا شايفين اللاترال ريكتس وتحت السوبيرور اوبليك شايفين الميديال ريكتس بالشكل ده. لو جينا نبص على الموديل دوت ادي الفور ريكتاي مصل وانسرتت كلهم في السكليرا على مسافة ثابتة تقريبا 6 ملي بيهايند ذا كورنيو سكليرال جانكشن، وشايفين هنا السوبير اوبليك التندون دخل جوه التروكليا وغير اتجاهه وانسرتد في السكليرا ديب للسوبيرو ريكتس، وشايفين هنا من الميديال وول وماشي في الفلور اوف ذا اوربت الانفيرو ريكتس واند كيرفد ابورد اند لاترالي وانسرتد ديب تو ذا لاترال ريكتس. القات ايدج اللي احنا شايفينها هنا بقى الحقيقه دي، ودي هي الانتيرور قاتد مارجن بتاع الليفيتور بالبيبري سوبريورس. وفي الحتة اللاترال سايد لو بصينا على الليفيتور بالبيبري سوبريورس هنلاقيها معدية ما بين السوبرفيشال بارت والديب بارت اوف ذا لاكريمال جلان. طب احنا ليه مقطوعة هنا؟ لان ده مكان الاتاتشمنت بتاعها بتاع الايليد، يعني الايليد اللي موجود هنا السوبيرو ايليد المفروض ماسك فيه الليفيتور بالبيبري سوبريورس، فهي مقطوعة هنا قبل ما توصل لمكان الاتاتشمنت بتاعها. ده الكومن تندينيوس رينج والنيرفس وازاي وهي خارجه. لو بصينا كده ادي الابديوسنت نيرف رايح يغذي اللاترال ريكتس الابر ديفيجن واللور ديفيجن بتاع الاوكليوموتور اند سو اون. لو جينا نبص على البلاد سبلاي بتاع الاكسترا اوكلر ماسل دول، فاحنا عندنا الثيرد كرينيال نيرف اللي اسمه اوكليوموتور نيرف، وانس ان هو دخل جوه السوبير اوربيتال فيشر بيتقسم الى ابر برانش ولور برانش او سوبيرور اند انفيرور برانش. السوبيرور برانش ده دايركتد ابورد ويعمل بيرسينج للسوبيرور ريكتس من الديب سيرفيس بتاعها ويروح يغذي الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس اللي هي ماشيه فوق السوبيرور ريكتس. اما الانفيرور برانش فالانفيرور برانش بيغذي بقيه المصل، فبيغذي الميديال ريكتس وبيغذي الانفيرور ريكتس وبيغذي الانفيرور اوبليك. أمال مين اللي مش موجودة هنا؟ يعني أدي الأربعة ريكتاي، لا أدي السوبيرور وأدي الميديال وأدي الإنفيرور. أمال مين اللي ناقص؟ اللاترال. يبقى اللاترال ريكتس not supplied by the oculomotor. والسوبيرو أوبليك supplied؟ yes السوبيرو أوبليك supplied by the اوكليوموتور. لا ده مش موجودة هنا، اللي موجود هنا الإنفيرور أوبليك. يبقى السبعة muscles بتوع الاكسترا اوكلر ماسل موجود منهم خمسة هنا، هم ثلاثة من الريكتاي واحدة من الاوبليك والليفيتور بالبيبري سوبريورس. طب الاثنين اللي فاضلين اللي هم مين؟ اللاترال ريكتس ودي سبلايد بالابديوسنت، والسوبيرو اوبليك ودي سبلايد باي التروكليار نيرف اللي هو الفورث كرينيال نيرف.
لو جينا على الموفمنت المفروض ان احنا سوبيريور ريكتس تشد لفوق، انفيريور ريكتس تشد لتحت، لاترال ريكتس تعمل ابداكشن تشد لاترالي، ميديال ريكتس تعمل ادكشن تشد ميديال. فالحقيقه الميديال ريكتس دي فعلا بتشد ميديالي فتعمل ادكشن، لاترال ريكتس فعلا تشد لاترالي فتعمل ابداكشن، اما السوبيريور ريكتس فهي لما بتعمل اليفيشن بيحصل معاها شويه روتيشن، والانفيريور ريكتس لما بتعمل ديبريشن فبرضه بيحصل معاها شويه روتيشن. والاوبليك ماسل هما ماسلز اوف روتيشنز اصلا. لو جينا نبص على السوبير اوبليك هنلاقيها بتعمل كلوك وايز روتيشن داون وورد اند ميديال روتيشن. لو جينا نبص على الانفير اوبليك فهنبص نلاقيها بتعمل اب وورد اند لاترال روتيشن. وبالتالي عندنا عايزين نقول لو جينا نتكلم على السوبيريور ريكتس تعمل ايه؟ تعمل ابورد ومعاه شويه لاترال روتيشن، والانفيريور ريكتس تعمل داون وورد ومعاه شويه لاترال روتيشن. يعني كده العين بتروح لاترالي. طب لو انا عايزها تبقى في النص بالظبط بحتاج عضله مساعده مع دول. فلو جينا على السوبيريور ريكتس انا ببص ابورد فانا هاخد معاها الانفيرو اوبليك، يبقى الانفيرو اوبليك بتبص ابورد ولكن تعمل ديفيشن ميديالي، فيبقى ابورد هنا وابورد هنا واللاترال وعكسه الميديال. فلو الاثنين اشتغلوا مع بعض يبقى انا ببص ابورد دايركتلي، انما لو استخدمت واحده منهم هيبقى في ديفيشن. لو جيت عايز مساعد للانفيريور ريكتس هي مفروض مسؤولة عن الداون وورد موفمنت، فهبص الاقي ان السوبير اوبليك مسؤولة عن الداون وورد، ولكن هنا الانفيريور ريكتس داون وورد ولاترال، هنا داون وورد وميديال. يبقى لو انا عايز ابص دايركت داون وورد هحتاج ان الانفيريور ريكتس تشتغل مع الانفيريور اوبليك، اما اللاترال ريكتس فهي ديفييت لاترالي بتعمل ابدكشن، والميديال ريكتس بتبقى ديفييت ميديالي فبتعمل ادكشن. وبالتالي انا عايز ابص دايركت اليفيشن لفوق هحتاج السوبيريور ريكتس تشتغل مع الانفيريور اوبليك، انا محتاج ديبريشن in the midline هحتاج الانفيريور ريكتس تشتغل مع السوبيريور اوبليك، اما لو واحده منهم اشتغلت لوحدها هيبقى معاها ديفييشن بالريكتس هيبقى لاترالي وبالاوبليك هيبقى ميديالي. اخر حاجه عندنا هي الليفيتور بالبيبري سوبيريور، شفنا الاوريجن بتاعها، شفنا القط ايدج بتاعتها في طريقها وهي رايحه للابر ايليد. عشان نشوف الانسرشن احنا محتاجين نشوف سايد فيو، فلو جينا على السايد فيو هنا فوق الاي بول هلاقي موجود الليفيتور بالبيبري سوبيريورز. لما قربت للانتيرور اند بتاع الاوربت هنلاقيها بتتقسم الى بارتس او سلينجز. لو بصينا على الدايجرام اللي جاي ده هلاحظ ان هما ثلاثة بارتس. بارت الاولاني بيبقى نيرلي افايبرس بارت ويمسك في التارسس اللي اتشرح لنا في محاضرة الايلت، والموست انر بارت بيمسك في السوبيرور كونجكتيفال فورنكس، والميدل بيبقى ده ماسكولار بارت وده بيروح يمسك في التارسال بليت. يبقى الانسرشن بتاع الليفيتور بالبيبري سوبريوريس عايزين نراجعه تاني، ان از الليفيتور بالبيبري سوبريوريس ريتش انتيريرلي نير تو ذا ايليد بتبقى فلاتند بالشكل ده، هوت بتبقى فلاتند بحيث انها بطول الايليد تقريبا. وعند نقطة الانسرشن بتاعها بتتقسم لثلاثة لامينا، سوبيرور لامينا، ميدل لامينا، انفيرور لامينا. الانفيرور لامينا بتمسك في السوبيرور فورنكس اوف ذا كونجكتيفا عشان تشده لفوق ما تسيبوش ينزل قدام الكورنيا. السوبيرور لامينا بتمسك في السكين ومسؤولة عن السكين كريز اللي بيبقى ما بين الاي براو والايلد، والميدل لامينا دي بتبقى سكيليتال ماسل فايبرز اسمها مولرز ماسل، ودي بتمسك في الابر مارجن بتاع التارسال بليت.
رغم انها skeletal muscle ولكنها supplied by the sympathetic nerve fibers. المسل دي مسؤولة عن انها pulling the tarsal plate وبالتالي ال upper eyelid upward. طب اذا ما عرفتش تعمل كده بيقع ال upper eyelid اللي احنا بنسميه توزس او ارتخاء، ودي بتبقى سمة من سمات سندروم اسمه هورنرز سندروم، اتكلموا عليه في المحاضرة بتاعة الابر ايليد. نتيجة ايه الهورنرز سندروم؟ عايزين نرجع ورا شوية للسوبيرو سيرفايكال سيمباثاتيك جانجليا اللي طالع منها الساكند اوردر نيورون بتاع السيمباثاتيك سبلاي اللي بيمشي على الانترنال كاروتيد لغاية لما بنوصل مع الاوفسالميك ارتري، دخلنا جوه الاوربت فالسيمباثاتيك سبلاي يبقى ديستريبيوتد في مجموعة من النيرفز اسمهم لونج سيلياري نيرفز. واحد من الابر برانشز بتاعة اللونج سيلياري نيرف بيروح للمولرز ماسل. المولرز ماسل دي اللي هي بتعمل بولينج للتارسال بليت فتعمل إليفيشن تو ذا أبر آيليد. لو حصل أي ديسيز يأفكت على السوبيرو سيرفايكال سيمباثاتيك جانجليا ده بينتج عنه سندروم، السندروم ده اسمه هورنر سندروم. واحد من السمات بتاعته ان بيحصل loss للسيمفاساتيك سبلاي للانفولانتري بارت بتاع الليفيتور بالبيبري سوبريوريس اللي اسمه المولرز ماسل، وبالتالي يحصل دروبينج في الابر ايليد اللي هو ما يسمى توسيس. وبالتالي احنا كده عرفنا السيفن ماسلز اللي بنسميهم اكسترا اوكولار ماسلز اللي هم الفور ريكتاس ماسل، وعرفنا التو اوبليك ماسل والليفيتور بالبيبري سوبريوريس ماسل، اوريجين وانسرشن ونيرف سبلاي واكشن. قبل ما نختم المحاضره بنحتاج نتمرن على questions. Example من multiple choice question. لو جينا نقرأ السؤال ده مع بعض. The superior oblique muscle depress and medially rotate the cornea. Which nerve supplies this muscle? يبقى هنا أنا الجملة بتديني معلومة عن superior oblique. إنما المهم السؤال. السؤال بيقول إيه؟ Which nerve supplies this muscle؟ يعني أني نيرف هو اللي سبلاي السوبيرو بليك؟ هل هو السوبيرو ديفيجن اوف ذا اوكلوموتور؟ هل هو الانفيرو ديفيجن اوف ذا اوكلوموتور؟ هل هو الابديوسن ولا هو الفورس كرينيال نيرف اللي هو التروكلير نيرف؟ اعتقد لو احنا كنا مركزين هنفتكر ان السوبيرو بليك ماسل سبلايد باي تروكلير نيرف. سؤال من نوعيه الارتا شورت كويشن. Enumerate the parts of the fibrous coat of the eye pole and the function of each part. لو احنا فاكرين في كلامنا كان الفايبروس كوت هو الكورنيا والسكليرا. الكورنيا ده ترانسبيرنت اللي بيشارك في الريفراكشن اوف لايت والاوبيك بارت اللي هو السكليرا، وقلنا السكليرا دي بروفايد the site of attachment of the extraocular muscle انها provide the tensile strength بتاع الاي بول وانها بتحافظ على الانتراوكولار بريشر. باي ذا اند انا عايز اشكركم واقول لكم ان في تو سورسز نقدر نرجع ليهم استعنت بيهم في المحاضره دي، سنيل كلينيكال اناتومي ال 9th ديفيجن وجريز اناتومي ال 14th ديشن. في اخر محاضره انا عايز اقول لكم جود لك اند ثانك يو.